الانتقال من دور المليح إلى دور القبطان، النظر إلى نفسك والعالم من منظار أحلامك. حان وقت الإبحار نحو أحلامنا، كيف وشو المقصود؟ رح نعرف سوا بفقرتنا لليوم. اكتشفنا بالفقرات السابقة كيف ممكن تمارس الامتنان والتذوق، وكيف من خلالهم ممكن تبني علاقة إيجابية مع جسدك. بهالفقرة بدنا نفكر سوا بجميع الفرص اللي بتقدمها الحياة، وبدنا نتبنى نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة، حيث الأحلام بتصير حقيقة ممكنة. إذا شبهنا حياتك لسفينة، أنت مين على هالسفينة؟ هل أنت الملاح متلقي للأوامر، أم أنت القبطان صاحب الرؤية والمؤمن برؤيته والقادر إنه يوجه سفينته بناء على هالرؤية؟ ما تخافي، كتير من الناس بعضهم عم بيعيشوا حياتهم مثل الراكب أو الملاح. فالانتقال من دور الملاح إلى دور القبطان ممكن يكون مشروع حياة مع فترات تحدي وشعور بالتراجع وخيبات الأمل أحياناً، وكمان الشعور بالنمو والنجاح والازدهار أحياناً أخرى. لنرافقك بهالمشوار رح يكون أمامنا ثلاث محطات: محطة الحلم، أي شو هو حلمك؟ محطة الاستعراض لطريقة المجتمع بوضعنا بإطار دور الملاح متلقي للأوامر، ومحطة اختبار النمو بعد الصدمة واكتشاف مصدره. بأول محطة الحلم، كيف ممكن تتصوري أفضل صورة لنفسك؟ مين بتكوني؟ شو هدف حياتك؟ مثلاً حلم من الأحلام بكلمات سوزان سيغال مؤسسة منظمة ميوزا، بتقول النساء ذوات الإعاقة يغيرن العالم، نحن قادة منظماتنا الخاصة، مستشارون لمنظمات التنمية الدولية، ونشطاء ومرشدون ومدرسون. بالإضافة فيك تحضري بملحق حلم تشيلسي الراقصة العارضة وامرأة الأعمال حققته بعد مثابرة وهي بتستخدم كرسي متحرك، وحلم الموسيقار وعازف البيانو داريوس سيمنز واللي ألف ونفذ معزوفته Dreams are forever، أي الأحلام هي للأبد، بعمر 15 سنة بالكارنيجي هول بنيويورك، حققه باستخدام 4 أصابع فقط. وانت شو حلمك؟ كيف بتعبري عنه؟ شاركينا بالتعليقات. وللمزيد من الاستلهام والوحي بهالفيديو من ميوزا، بتعبر عدد من النساء ذات الإعاقة من بين النساء من العالم العربي عن حلمها بأنه تكون أم أو ناشطة أو تختار أي دور تاني. ممكن تشوف الفيديو بالملحق. وليبقى حلمك حاضر دايماً، بدعيكي تختاري غرض يرمز له، إسوارة، صورة، حجر، نبتة، أو أي شيء ممكن يرافقك وتنظري له أو تلمسيه ليذكرك بحلمك، خاصة لما تحسي أنك بعيدة عن الحلم. بعد وضوح حلمك أمام عينيك، بدعوكي للنظر كيف أنه المجتمع وصوت المجتمع بيدفعك لتتخلي عن أحلامك، ولأنه تكوني ملاح أو أي راكب على متن سفينة حياتك أنت. غالباً ما بيكون مستوى توقعات المجتمع غير مشجع لتحقيق الأحلام، فالمجتمع بيحطنا بقوالب نمطية وأحكام مسبقة، ونادراً ما يؤمن بأحلامنا. ما بنطلب منك تكون المرأة الخارقة، لأنه التحديات اللي بتواجهك هي تحديات هيكلية متصلة بمجتمع وسياسات، وتحقيق مستوى ونوعية حياة تعطيكي نفس الحقوق والفرص المتاحة للآخرين بحاجة لمعالجة على مستوى مجتمعي هيكلي وسياسي. مع الوعي لهالأمر بيبقى دورك الشخصي ومسؤوليتك إنه تنمي بنفسك موقف الأمل الفاعل اللي وصفناها سابقاً، واللي رح يدعم ويسهل التغيير الشخصي والمجتمعي. بسياق حديثنا عن التحديات، بدي أتطرق لشعور واختبار العجز يلي ممكن يختبره الأشخاص ذوي الإعاقة. ممكن مقارنة الاختبار بتعلم العجز يلي بيوصفه مارتن سيليجمان بأنه حالة نفسية بيكون فيها الإنسان أو الحيوان اتعلم أنه يتصرف وكأنه عاجز بحالة معينة، بعد ما كان اختبر البعض من عدم القدرة على تجنب الوضع السلبي. وهالشي حتى لما يكون عنده فعلاً القدرة على تغيير ظروفه الغير سارة أو حتى الضارة فيه. بإطار الإعاقة يمكن اختبار أنواع العجز للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة لما تكون الإعاقة بتوضعهم بحاجة لخدمات الآخرين، ما قد يؤدي لوضعهم بمراكز عناية غالباً بتكون خلافاً لرغباتهم. بواقع الحياة كل إنسان بحاجة للآخرين للعيش ولتلبية عدد كبير من حاجاته المادية والنفسية. هيدا الترابط والتكامل الكياني أصبح ملح أكثر بعصرنا، حيث تحديات حياتنا بلغت درجة من التعقيد تجعل حاجاتنا لبعضنا البعض ضرورة لتأمين استدامة الحياة. بحالة الإعاقة اللي بيجعل الحاجة لخدمات الآخرين متصل بشيء من الشعور بالعجز،
ليس الحاجة للعناية بحد ذاتها، إنما هو على الأرجح الخوف والجهل المرافق لنظرة الآخرين. وإذا كانت المؤسسات الخاصة المعاصرة عم تهدف إلى تحسين شروط خدمتها، بيبقى العيش بمؤسسة متصل بخطر فقدان الاستقلالية، حيث تحد من حرية وحقوق الشخص لمصلحة قانون المؤسسة. وحالات معينة قد تصبح الحياة بهذه المؤسسات نوع من غرف أمامية لانتظار الموت الجسدي من بعد ما تم تقييد حياة الشخص نفسياً وعلائقياً، وقد يتعرض للأسف في بعض الحالات للإساءة النفسية والجسدية. بتقول جود صديقة سارية اللي كبرت بمؤسسة خاصة، نظراً للشلل الدماغي جابوني أهلي بعمر مبكر للمؤسسة. بتذكر قلقي لما تم تهديدي بالعزل إذا ما بوقف بكي. لما صار عمري 12 سنة جاب لي بي هدية ولكني منعت من استخدامها. ما كنا نسترجع الحديث عن سوء المعاملة لأنه ما حدا كان رح يصدق. شهادة جود قد تبدو صادمة للبعض، ولكن الواقع أنه لليوم هالنوع من الإساءة بعده موجود، خاصة تجاه نساء وبنات ذوات إعاقة يلي بعدهم عايشين بهالمؤسسات. من هون حركة الإعاقة العالمية ممكن تقري عنا أكثر بالملحق يلي بتدعي للعيش باستقلالية خارج إطار المؤسسات، يلي على الرغم من العمل لتحسين أوضاع الداخلية ما بتحقق متطلبات العيش المستقل ضمن الجماعة الطبيعية للمرأة ذات إعاقة. من هون بتبرز الحاجة كمان لدعم نماذج دمج تسمح للبنات والنساء ذوات الإعاقة أنه يشاركوا ويختلطوا بالحياة الاجتماعية ضمن إطار طبيعي للجميع، إن كان بالمدارس، الجامعات، بالعمل أو بأماكن الترفيه. ومن المفيد بهالإطار أنه تتعمق بالملحق ما هي نماذج العيش بالمجتمع يلي بتأيد الدمج أو بتتعارض مع مبادئه. ولابد أنه نختم فقرتنا بخبر مشجع. تعقيباً على موضوع اختبارات الإساءة داخل مؤسسات أو بمختلف الأماكن، الصدمة والجروحات النفسية والجسدية اللي ممكن تنتج عن هيك اختبار لا تحكم على باقي حياتنا. بتقول مدرسة علم النفس الإيجابي أنه بعد اختبار صدمة أو حدث بشكل خطر على حياة الشخص نفسه أو على الآخرين، كالحرب أو الكوارث الطبيعية، الاغتصاب، الإساءة أو التعرض المتكرر للاستغلال العاطفي أو الجسدي، بيعيش الإنسان بحالة بيشعر بتحطم لمعتقداته عن نفسه وعن الآخرين وعن المستقبل، مع اختبار مشاعر خوف وعجز، وهذا أمر طبيعي جداً. ولكن بعد فترة ممكن الإنسان يختبر حالة نمو معروفة بالنمو ما بعد الصدمة. بتقول الدراسات أنه 30-70% من الناس اللي اختبروا الصدمة بيختبروا بعد فترة النمو ما بعد الصدمة. فما هو هذا الاختبار؟ النمو ما بعد الصدمة هو تغيير نفسي إيجابي نتيجة الصراع مع ظروف الحياة الصعبة، واللي ممكن تشمل حالات مثل المرض المزمن أو ظروف شخصية أخرى مثل خسارة شخص مقرب أو التهجير، طلاق الأهل أو بفشل علاقة. ومفهوم النمو بعد الصدمة ما بيقتصر على التعافي النفسي، إنما يدل على نوع من ولادة جديدة نفسية للشخص أنتجتها التجربة السلبية. وبلفت النظر هون إنه هدفنا مش إنه نشيد بالصدمات أو ندعي المشتركات إنه يبحثوا عن الصعوبات، ولكن عم بلفت النظر إلى إمكانية إنه يختبر الكثير منا النمو بعد الصدمة من بعد اختبارهم للصعوبات. كيف تظهر ثمار النمو بعد الصدمة؟ أولاً قوة الشخصية، فهم أفضل للذات، وجهوزية أفضل لتحدي المستقبل. نسمع مثلاً ما كنت متصورة حالي ممكن أتحمل أو أتخطى هيك صعوبة. ثانياً إمكانيات جديدة، كل نهاية أو فشل بيفتح مجال لبديات جديدة ولمعنى أكبر بالحياة. مثلاً هل هو هذا نوع الشغل اللي بتمنى أعمله؟ أو ما رح أجل لبكرة العمل على تحقيق أحلامي؟ ثالثاً تقدير الحياة، دعوة للاستيقاظ تؤدي إلى تقدير جديد للحياة ولما لديك. شعرت أنه أعطيت فرصة تانية للحياة، رح أخطي خطوة كنت خايفة منها من قبل، صرت أعيش كل يوم وكأنه فرصة جديدة. رابعاً علاقات متينة وأكثر دفئاً، الإحساس بالانتماء للمجتمع وتعاطف أكبر مع الآخرين. تقربت من عائلتي وصرت زور أهلي أكثر، وبعملي صرت أفهم غيري انطلاقاً من اختباري، مش مثل ما تعلمت أو مش انطلاقاً من أفكار نظرية. خامساً حياة روحية غنية وعميقة أكثر، النمو الروحي وإحساس عميق بمعنى الحياة وعيش الإيمان. وإنت هل مررت باختبار تحدي عشت من بعده النمو الشخصي؟ التمرين التالي بالملحق بيساعدك على التفكير بثمار النمو بعد الصدمة، وممكن تكمل هالتمرين بممارسة الامتنان للاستفادة أفضل. وبالختام، شو الأمور اللي بتساعد الإنسان على اختبار النمو بعد الصدمة أو حتى النمو قبل الصدمة؟ تنمية المرونة تعطيك المفتاح ووسيلة فعالة بهذا الاتجاه، وبتسمح أن تكون رائدة أو سفيرة مرونة على المستوى الجماعة والبيئة المحاطة فيك. وهيك بنكون انهينا سوا المحور الأول،
أي العلاقة مع الذات، وهلا رح ننتقل للمحور التالي أي العلاقة ببعد التعليمي والمهني، لقينا بالفقرة التالية لنكمل مشوارنا سوا.